مساء الخير جميعا، نرحب فيكم في هذا المؤتمر الصحفي للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة. هدفه هو إعلان مبادرة قبيل انطلاق الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، أيضا تقديراتنا إلى طبيعة الجلسات المقبلة. سأقرأ عليكم في البداية نص المبادرة ومن ثم سنفتح مجال للأسئلة والاستفسارات. مبادرة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة نحو خطوات جادة لتهيئة أجواء الجولة الثانية من الحوار الوطني، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتفاقم الوضع المعيشي للشعب البحريني نتيجة لغياب استراتيجيات التنمية الإنسانية الشاملة، واستفحال الفساد الإداري والمالي وتراجع الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، واستنادا على الرسالة التي وجهتها القوى الوطنية المعارضة إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي حددت فيها رؤيتها الشاملة لمفهومها للحوار الوطني، واحتوت على مرئياتها لمبادئ وآليات وإجندات الحوار، وترحيبا بالدعوات الوطنية الصادقة للخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني على قاعدة جامعة تعكس رغبة مكونات الشعب البحريني وقواه السياسية والمجتمعية الحية في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية. وبعد نحو 25 جلسة من الحوار الوطني في جولته الأولى وخروج المتفاوضين بنتائج متواضعة لا ترتقي إلى مستوى تطلعات شعبنا البحريني الأبي، وإثر التدهور الأمني والسياسي الخطير الذي عانت منه بلادنا أثناء وبعد الجولة الأولى من الحوار، وما نتج عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتراجع في حالة السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ولتجنيب بلادنا وويلات تداعيات الوضع الإقليمي وما يموج به من صراعات واستقطابات حادة من شأن التأثر بها زيادة تدهور الوضع المحلي إلى تجاذبات لا تخدم بلادنا وزيادة التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية. ومع اقتراب انطلاقة الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، تدارست القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المشاركة في الحوار مجمل القضايا ذات الصلة بمسيرته وواقعه الراهن، وأكدت على ضرورة التمسك بمبدأ الحوار باعتباره خيارا حضاريا استراتيجيا من شأن التعاطي الجدي مع بنوده ومبادئه المعلنة أن ينقل بلادنا من حالة التجاذب والاصطفاف المصطنعة إلى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا من أجل خير حاضره ومستقبله. ومن هذا المنطلق الوطني الجامع تتقدم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالمبادرة التالية التي تستند على بنود وثائقها المتعلقة بالأزمة وسبل الحل من أجل إنجاح الجولة الثانية من الحوار الوطني. 1. يجب وقف عملية التحريض الإعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف بما يعزز الوحدة الوطنية، وفتح وسائل الإعلام أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز أو إقصاء. 2. إطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. 3. إحداث عملية الانفراج الأمني المطلوبة من خلال تبريد الساحة المحلية ووقف عمليات الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان. 4. الإصرار على وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار. 5. تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي. 6. وقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي، والتوقف عن اللمعان في سياسة التمييز بين المواطنين. القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، شكرا لكم. نفتح باب الاستفسارات للأخوة الصحفيين إذا في.
تفضلي يا أخت. ما في مايك؟ سؤالي هو يعني يتعلق بموضوع الحوار. يعني نجد أن الطرف الحكومي يؤكد في تصريحاته الرسمية الأخيرة على ضرورة الحل السياسي، وينتقد موقف المعارضة خصوصا في التصريحات اللي تدلى للصحافة باللغة الإنجليزية. لا أدري يعني هل يعني هناك في تناقض في التصريحات الرسمية؟ شنو رأي أو موقف المعارضة من مثل هذه التصريحات اللي تأخر أو ما زالت تؤخر من وجود حل سياسي حقيقي في البحرين؟ السؤال الثاني يتعلق بمنع المظاهرات في العاصمة المنامة. هل تنوي المعارضة إقامة فعالياتها وأنشطتها القادمة في المنامة، خاصة وأن ما زال هناك فعاليات تقام من قبل المجموعات الشبابية؟ وشكرا. يعني بالنسبة لمسألة الحل السياسي وأن الحكم يركز على هذا الموضوع في الصحافة الأجنبية، فهذه أعتقد هو جزء من العلاقات العامة، حملة العلاقات العامة التي تمارسها السلطة خلال الفترة الماضية والحاضرة، بالتالي يعني هي تريد أن توصل للمجتمع والرأي العام الدولي بأنها حريصة على إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة، ولكن حقيقة الأمر تبين غير ذلك، لأن لازلنا نشهد حالة الحل الأمني القامع والباطش بكل أي مظاهرات أو أي أنشطة وفعاليات، وآخرها مسألة منع المظاهرات في العاصمة، وهذه يعني أنا ما سمعت في العالم أنه دولة تمنع مظاهرات في عاصمتها، يعني في هناك قوانين وضوابط وإلى آخره، ولكن منع المظاهرات في العاصمة هذه مشكلة، يعني هي مشكلة النظام. لذلك نعتقد أنه التسريبات أو التصريحات التي تمارسها الحكومة ودعاتها بضرورة إيجاد حل سياسي، نحن تقدمنا منذ البدء بمبادرات سياسية متتالية، لم نتوقف عن تقديم المبادرات، ويعني قدمنا وثيقة المنامة، قدمنا مشروع ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي، وقدمنا قبلها مرئياتنا إلى سمو ولي العهد، هذه كلها مرئيات ويعني مواقف ورؤى سياسية تبحث في حل الأزمة، ولم نجد أي جواب من قبل الطرف الرسمي. أترك المجال لبقية الأخوان إذا عندهم إضافات. تفضل. شكرا. استنادا على السؤال الأستاذ ريم خليفة، أنا أعتقد أن الحل السياسي هو مطلب أساسي واستراتيجي بالنسبة لنا في البحرين كمعارضة، ويجب أن يكون كذلك بالنسبة للنظام أيضا. هذا المطلب ليس جديدا على المعارضة، على مدى أكثر من 6 شهور داخل جلسات الحوار كان المطلب الأساسي هو ضرورة إيجاد مبادرة للحل السياسي الشامل في البلد. المستغرب حقيقة أن النظام يخاطب الصحافة الأجنبية أو الناطقة باللغة الأجنبية من دون أن يخاطب صحافة الناطقة باللغة المحلية بنفس اللهجة، وبالعكس اللهجة التي يخاطب اللهجة المحلية التي يخاطب فيها النظام شعب البحرين هي التحريض، وأعتقد التعامل والضرب على مسألة الظرف الوحدة الوطنية، وهذا بالعكس يتنافى مع يعني ما يذهب إليه النظام عادة يعني حول مسألة الحل السياسي. بالنسبة لنا الرؤية واضحة جدا، العملية السياسية تحتاج إلى إرادة سياسية من قبل النظام. أعتقد أن المعارضة تمتلك الإرادة السياسية وتمتلك الشجاعة أن تقول أنها تذهب إلى الحل السياسي، والجميع يعرف في هذا البلد وأولهم النظام يعرف ما هو سقف الحل السياسي الذي تنشره المعارضة، وبالتالي المسألة واضحة. مسألة منع التظاهرات مثل ما ذكر السيد، أنا أعتقد ما أبغي أزيد على هذا الموضوع، لكن احنا نأتي إلى هذا المؤتمر الصحفي تحديدا أساس نأكد على هذه النقطة كمعارضة، يعني للتأكيد قبل دخول الجولة الثانية التي سوف تبدأ غدا، للتأكيد على أننا لنا مشروع ومشروعنا واضح المعالم،
هو ذات المشروع الذي قدم في 28 يناير لوزير العدل. هذه النقاط الست التي نقدمها الآن أمامكم هي من صلب هذا المشروع، لا تخرج عن هذا المشروع، لكننا نرى فيها عامل تهيئة ضروري إذا أرادت السلطة أن بالفعل تنجح هذا الحوار القادم. لا نريد أن ندخل الحوار القادم لنواجه أيضا بمناكفات كما كنا في 5 أو 6 شهور الماضية. نريد أن ندخل الحوار ابتداء من الغد وأمامنا مشروع سياسي، هذه هي معالمه. أنا أعتقد المسألة واضحة، يجب أن الأطراف نستفيد من الجو الإيجابي الذي أشاعته بعض التصريحات من خلال وسائل الإعلام، ونرجو أن تنعكس هذه التصريحات داخل قاعة الحوار. شكرا. بغيت بس أجاوب على السؤال إنه ليش المسيرات المنامة استثنيناها، لأن إحنا هذه كنقطة أساسية حق الحوار، حق نجاح الحوار، خطوة ما ناخذ أي خطوة تصعيدية. إلى الآن كل اجتماعاتنا ومسيراتنا في المنطقة اللي مسموح بها، ما نريد الآن وقت الحاضر أي اصطدام يكون بين القوى المعارضة الرسمية الشرعية حتى ننتهي من الحوار إن شاء الله. شكرا. النقاط الست، يعني افتكر يعني عنوان المؤتمر الصحفي مبادره، معناته في شيء جديد، يعني تطرح المعارضه شيء جديد على اللي موجود الان. النقاط الموجوده كلها مكرره وتم تطرق اليها من قبل، بل نقصت، كان من ضمنها تمثيل المتكافئ، لم تشر اليه المعارضه في هذا الجانب. هل يعني هناك تنازل عن هذا المبدا لاستمرار الحوار؟ النقطه الثانيه، وجهه نظر المتحاورين عن القرارات الاخيره مال المجلس الوطني، ومن بعد يعني القوانين بمراسيم اللي لحقت بالمجلس الوطني. شكرا. في مبادرة الجمعيات السياسية، لأن هي يعني أشياء قيلت مسبقاً. الأمر الثاني، جرت بعض المطالبات من الائتلاف الفاتح بتغيير سيد جميل كاظم عن الحوار. وجدنا اليوم أيضاً وجود الأستاذ حامد ضمن المنصة، فهل في تغيير في وجوه المتواجدين في الحوار؟ يعني هذه المطالب هي صحيح أن هي من صلب مشاريعنا السياسية والحقوقية التي سبق وأن تقدمنا فيها، ولكن ملاحظاتنا ومواقفنا كمعارضة سياسية حول ما جرى خلال 25 جلسة من الجولة الأولى للحوار الوطني، بلى يعني ملاحظاتنا الرئيسة عليه أن خرجت بنتائج جد متواضعة ولا ترتقي إلى مستوى حقيقي لمن يريد أن يتحاور ويخرج البلاد من الأزمة نتيجة لمحاولات الاستفزاز ومحاولات حرف مسار الحوار أن يكون جادا إلى مواقع أخرى. وبالتالي احنا عدنا إنتاج هذه النقاط التي نعتقد أنه لا يمكن، نحن نقول أنه لا يمكن أن يجري حوار جاد في ظل عملية البطش الأمني والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بشكل يومي. يجب تبريد الساحة الأمنية لكي تفسح المجال إلى المتحاورين أن يقدموا مرئياتهم بطريقة صحيحة وبطريقة أريحية. أما فيما يتعلق بموضوع التمثيل المتكافئ، فالتمثيل المتكافئ احنا قدمنا في ورقة في الجلسات الأخيرة من الحوار في الجولة الأولى، ومطلوب من جمعيات الفاتح، تآلف الفاتح، أن يقدم ردود،
وفي جلسة الغد مفترض أن نقدم هذا التحالف رد على مرئياتنا في هذا الصدد، وأيضا لدينا نحن أيضا تطوير في هذا الموضوع، ولدينا مواقف ووجهات نظر في هذا الجانب. أما ما يتعلق بموضوع التغيير، سيد جميل يعني عنده حالة وفاة اليوم، وفاة أمه الله يرحمها، ولكن أيضا أترك المجال للأخ حامد لكي يوضح، لأن أيضا حامد بالمناسبة هو عضو في الحوار الوطني معنا في على الطاولة. شكرا للسؤال. بس يعني سيد جميل كان ولا يزال رئيس فريق الوفاق الممثل للحوار، ومن حيث المبدأ طبعا ما في، ليس من حق أي أحد أن يحدد من يمثلنا. يعني احنا متمسكين بسيد جميل ومجيد ميلاد وكافة أعضاء الفريق اللي موجودين، احنا نمثل فريق متكامل مع بعض، وفي قنوات وفي إجراءات داخل الوفاق وفي فريق المعارضة ان احنا نتكامل وان احنا نطلع بصورة واحدة، يعني فريق واحد. فلو استبدل اسم هني او اسم هني من هذا الفريق او من هذا الفريق ما في مشكلة، لان احنا عندنا فريق مساند وفريق متكامل. بس لازلت اصر واكد ان سيد جميل نظرا لبعض الظروف اللي يمر فيها، طبعا مثل ما ذكر الاخ رضي ان وفاة امه الوالدة، فمن لهذا السبب يعني ان ما شفته هني موجود. بس بالمناسبة أنا في آخر جلسة كنت ممثل الوفاق بعد موجود، يعني مو أول مرة. شكرا. الأخ محمد والأخ علي مجيد، إحنا في الفقرة الثانية من الوثيقة اللي أمامكم نتحدث عن أن هذه المبادرة هي تستند على رسالتنا الأساسية التي أرسلت إلى وزير العدل في 28 يناير 2013، وبالتالي احنا لم نتخلى عن البنود، بالعكس نحن متمسكين بهذه البنود. لم نشأ ان يعني نكرر نفس البنود، لان هذه المبادره ليست معنيه ب يعني ادراج البنود مجددا، وانما هي مبادره لتهيئه الجو قبيل انعقاد الجلسه الثانيه. وبالتالي ترى في النقطه الاولى اخ محمد واخ علي هو وقف عمليه التحريض الاعلامي والبدء في بناء جسور الثقه بين مختلف الاطراف بما يعزز الوحده الوطنيه، وفتح وسائل الاعلام امام كافه القوى السياسي والمجتمع دون تمييز. عندما نتكلم عن بناء جسور الثقة فنحن نقصد أن بناء جسور الثقة مهمة للدخول في الحوار مجددا، ونحن نستند أيضا على الدعوات التي بعضها كان إيجابيا في مسألة التعاطي مع الرأي والرأي الآخر في عبر وسائل الإعلام. يعني كنا نحاول أن نستفيد من هذه الدعوات لنوظفها في من أجل الدخول بنفس إيجابي في الحوار ابتداء من جلسة الغد. عطفا على سؤال الزملاء، انه هاي النقاط المطروحة هي ليست جديدة، وانما تم طرحها قبل بدء في الحوار وخلال جلسات الحوار. فهل نعتقد، او يعني احنا جايين اليوم اعتقدنا يمكن في شيء جديد، فهل ستمارس المعارضة اي ضغط لتنفيذ مثل هذه النقاط اللي طرحت سابقا وطرحت اليوم مرة أخرى، كالانسحاب، كطرح مبادرة، يعني ما بقول طرح مبادرات جديدة وإنما استراتيجية جديدة ربما في التعامل؟ تفضلي. انسحابها من الحوار او تبريرها لماذا تواصل الحوار، احنا هاي اللي كان مهم بالنسبه لنا. الجوله الاولى من الحوار وضحت بشكل واضح ان في مماطله من السلطه واستفادتها من الوقت، وان بصراحه المعارضه قاعده تضيع وقتها، لان اساسا ما ابتدى حوار، كان طوال الفتره السابقه ما زلتون تناقشون الاسس اللي على اساسها راح يبدا الحوار، يعني ما في حوار اوريدي ابتدى. ف كان في مماطلة كذا شهر، وقفوا رمضان بعد أيضا هذه مماطلة أخرى. سؤال. أي السؤال؟ السؤال هو كل اللي استطاعت السلطة في الجولة الأولى إن هي تسوي الشيء اللي أنتم كنتم رافضينه، إنه يكون الحوار بين المعارضة السنية هي اللي اعتبرتها
وبين المعارضة الأخرى اللي هي تعتبرها شيعية، وهي اللي استطاعت أن يتحققها في الحوار، بينما طلعت هي كوسيط أو كشاهد. الآن استمراركم أنتم في الحوار أيضاً موافقة على هذا الجانب، خصوصاً لما قلت أنت أستاذ رضي أن احنا ننطر الطرف الآخر أنه يجاوب على أسئلتنا. هل هي حوار بينكم أنتم وبين الطرف الآخر، ولا يفترض بينكم وبين السلطة؟ لأن السلطة هي الخلافية، أن احنا ما عندنا اختلافية الطرف الآخر، حتى لو هو حاول أنه يخلق. مش عفواً بس سؤالك عشان ما نضيع الوقت. هذا سؤالي، يعني على أي أساس أنتم راح تواصلون الحوار؟ يعني اللي طرحتونه الآن لا يبرر بأي شكل من الأشكال، مع خصوصاً مع المجلس الوطني اللي أخذ من إجراءات قمعية تتعلق بالجانب الإعلامي، وتتعلق بالقمع، وتتعلق بالمعتقلين، تتعلق بكل الأشياء اللي إحنا المفروض إن إحنا نرفضها من ضمنها المنامة. يعني أنا لا أقتنع بمسألة إحنا لا نريد أن نتصادم مع السلطة إلا بعد ما ننهي الحوار. أي حوار اللي راح تنهونه وأي تصادم؟ طيب. هذه أنا أعتبرها، هل نعتبرها تنازلات من عندكم لمواصلة الحوار؟ ماشي. أو ماشي. بالأحرى مزيد من التنازلات. أوكي، شكرا. أولا ليس هناك تنازل في موضوع الحوار. السؤال اللي تفضلت فيه الأخت نزيهة فيما يتعلق بالضغوط ومسألة الانسحاب، أولا احنا بالنسبة لنا الحوار ليس شيء مقدس كهدف. الحوار هو وسيلة لتحقيق مكاسب ولتحقيق مطالب شعب البحرين التي نعتقد أنها مطالب مشروعة ويجب أن تنفذ على أرض الواقع. هذه رقم واحد. رقم اثنين، أنه مسألة أن احنا نبقي في داخل هذا الحوار إلى ما لا نهاية، ليست هذا الحوار. بعد فترة أكيد ستقيم المعارضة السياسية الجلسات الأولى من الجولة الثانية من الحوار، وإذا وجدت أن الموضوع له علاقة بنفس السيناريوهات التي تتكرر في الجولة الأولى، فأعتقد سيكون لكل حادث حديث في وقتها. المعارضة لم تتوقف عن ممارسة ضغوطاتها، وإذا كانت المنامة اليوم يعني ليست في أجندة المعارضة، فهي ليست غايبة عن أجندة المعارضة في مسألة المظاهرات. وأعتقد أن احنا سنمارس الحوار لأننا مقتنعين بأنه المخرج الرئيس في هذا البلد هو الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي الذي يفرز نتائج يجب أن تكون تنعكس وتترجم على كل مكونات الشعب البحريني. إذا في إضافات اسمح لي، بس اسمح لي عبد النبي. يعني أعتقد أن السؤال وجيه اللي قدمته زميلتين نزيهة وزينب. أعتقد إحنا يعني أولاً ذاكرين في المبادرة هني، وذكرنا سبق في 28 يناير أن المعارضة تنظر للحوار كخيار استراتيجي، وبالتالي عندما نتحدث عن حوار استراتيجي فنحن نعني ما نقول، لأن الخيارات الأخرى لا تريد المعارضة أن تدخل في الخيارات الصعبة التي تحمل شعبنا الكثير من المآسي والقتل والتعذيب ومزيد من المحن والسجون. وبالتالي المعارضة تتحرك بحس مسؤول باتجاه أن يستمر هذا الحوار، ولكن ليس بالصورة المبتسرة التي يعني سار عليها النظام وحلفاء النظام خلال الفترة الماضية. نحن نؤكد للمرة الألف من خلال هذه الوثيقة أننا نحن جادون بالفعل في حوار جاد وحقيقي، ومعالم هذا الحوار هي الوثيقة التي قدمت في 28 يناير. إضافة إلى ذلك نسعى من خلال هذه الوثيقة أن نقول للرأي العام وللحكومة أولاً وللرأي العام الخارجي والمحلي بهذه الجدية نتعامل نحن مع الحوار، فليتعامل النظام بشيء من الجدية على الأقل لننجح معاً الحوار الذي نسعى من خلاله أن نخرج البحرين من أزمتها. هذه هي مسؤولية المعارضة الأدبية تجاه شعبها وتجاه العالم، أن يسمع أن هناك معارضة مسؤولة، وعلينا أن نتوقع ردود أفعال أيضاً ابتداء من الغد تسيء للمعارضة فقط لأنها طالبت بإطلاق سراح المعتقلين أو بوقف التحريض الإعلامي. سوف تجدون ذلك من خلال الصحافة. نريد من السلطة أن تبرهن هذه المرة أن هذه الدعوات المسؤولة التي تطلقها المعارضة لوقف التحريض تلقى صدى لدى يعني الحكومة هذه المرة، لكي نستطيع أن نبني جسور الثقة كما أسميناها في الوثيقة. منى دكتور
مساء الخير. سؤالي محدد، إذا لم يتحقق لم تتحقق الاستجابة من قبل الطرف الرسمي إلى أي بند من البنود الستة في مبادرة المعارضة البحرينية حاليا، خصوصا مع المتغيرات الإقليمية الحالية، إذا لم يتم الاستجابة إلى أي بند، هل ستذهبون إلى الحوار ثانية؟ وإذا ذهبتم في عدم استجابة السلطة إلى أي بند من هذه البنود الستة، هل سيكون هناك أيضا يعني عندكم سقف راح تتحركون فيه، مدى زمني محدد في خطة إلى الانسحاب أو العودة مرة ثانية؟ وشكرا. شكرا أخت منى. أنا أعتقد أن هذه المبادرة وجدت إلى شركائنا على طاولة الحوار، ونطرحها بكرة إن شاء الله عليهم. نتطلع أن احنا نكون في حوار فعال حسب ما نتطلع عليه كنا. التغييرات الإقليمية دائما بتكون موجودة وعلى طول الخط، وطبيعي أن يكون لها بعض التأثيرات علينا هنا، بس احنا نحاول أن يكون عندنا حل محلي موجود ما له علاقة بالخارج. بنذهب إلى الحوار؟ إيه بنذهب إحنا إلى الحوار، لأن فعلاً استراتيجية بالنسبة لنا الحوار استراتيجية، يعني شغلة مو شغلة إن إحنا ممكن نغيرها وكذي. بس أطمنش إن إحنا قرار مثل دخول الحوار أو خروج الحوار، المعارضة مجتمعة تقعد وتقيم وتشوف وتقرر، يعني ما في فريق من الفرق إنه بيقرر يقول بيطلع أو بيقعد، لا إحنا فريق متكامل نقرر وندارس وعلى ضوها ناخذ القرار. فاحنا بين فتره وفتره نقيم الامور، واذا شفنا، يعني انا اشارك اخواني، يعني اذا في يعني الحوار الى ما لا نهايه طبعا شيء مرفوض، اكيد ان احنا بعد فتره بنقيم، بعد فتره طبعا من دخولنا الى الحوار بنقيم الوضع وبنشوف وش نقدر نسوي حسب المتغيرات اللي موجوده في ذاك الوقت. بين أطراف السلطة، يعني نريد أن نعرف إلى أين أو ما هي هذه اللقاءات وإلى أين وصلت، وإن كان لها علاقة بالحوار بشكل مباشر. الأمر الآخر، جلسة الغد، ما الذي سيطرح فيها من قبل المعارضة تحديدا، وما هي الأسماء التي ستشارك من قبل المعارضة في هذه الجلسة؟ حول مسألة اللقاءات بين قوى المعارضة، هو أولاً المراسيل والاتصالات لم تتوقف منذ 2011، أحياناً تتم بشكل جماعي وأحياناً تتم بشكل فردي، وأيضاً تواصل المعارضة مع يعني مع القوى المجتمع الدولي. نعتقد أنه خلال الفترة الماضية كثر الحديث عن أنه في هناك يعني طاولة حوار تحت طاولة رسمية إلى آخره. أنا أعتقد أنه الأمور لا تزال جنينية في هذا الموضوع، ولم تصل إلى مستوى أنه تكون لقاءات جدية أو خارج إطار ما تم خلال الفترات السابقة. أما جلسة الغد ففي تقديري أنا أنه بيكون تقريبا نفس الوجوه اللي كانت تروح، واللي يعني بعض المشاركين في الحوار يعني أبدوا امتعاضهم عن أن يشوفوا أشكالنا، بنكون موجودين يعني وحاضرين، يعني لأنه أعتقد أن احنا ندافع عن قضية عادلة ومقتنعين بمطالبنا، ومش مثل ما قال الأخ حامد قبل قليل، نحن يعني مش قاعدين ننتظر أوامر أو فرمانات من أحد لنغير عناصرنا في داخل الحوار. نحن لنا مطلق الحرية في وضع عناصرنا داخل الحوار الوطني، ولا ننتظر أوامر من أحد لكي يفرض علينا معادلات. ما سيطرح بكرة هو الموضوع أولا الرد. نحن لسنا
لما تحدثت الأخت زينب عن موضوع أن الحوار سني شيعي، لا هذا مو صحيح. نحن ليس لدينا أي خلاف مع الطرف الآخر أو المكون الآخر في الوطن. نحن نعتقد أنه كل شعب البحرين لديه مطالب حقيقية، مطالب ديمقراطية. نحن ننطلق من شغلة رئيسية، أولا احترام حقوق الإنسان حسب الشرعة الدولية، هذه واحد. اثنين، مسألة التجسيد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهذا يعني أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية تعبر عن يعبر في من خلالها شعب البحرين عن مواقفه وعن صياغة لقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. سيطرح غدا الرد الجماعة، لأن احنا قدمنا مرئياتنا في موضوع التمثيل المتكافئ، في موضوع التمثيل المتكافئ عندما قدمناه في الفترة الماضية قالوا عندهم رد وعندهم تعليق وعندهم ورقة. وأعتقد في الحوار من الطبيعي أن تستمع إلى الأطراف الأخرى، في ولا ما بيكون حوار. فإحنا ننتظر رأيهم وردهم، وأيضا إحنا عندنا مرئياتنا، وهذه جانب. وجانب آخر، سنستمر في مسألة الثوابت والقيم اللي كنا نناقشه في الجلسة الأخيرة قبل الاستراحة اللي استمرت لمدة شهرين. ما بعرف إذا في شيء. نعم. في إحدى لقاءات الصحفية أن هناك حل قريب أو حل مرتقب، بس نريد يعني أن نعرف على أي أساس يعني ظهر هذا التصريح. هل هناك بوادر أو استلمتم يعني بعض الرسائل من أطراف السلطة على ضوء تم اتخاذ هذا التصريح؟ أعتقد السؤال موجه لي يعني. أخ علي، أولاً المقابلة اللي أجرتها جريدة الوسط منذ أكثر من شهرين أعتقد كانت في ظروف أعتقد كان فيها نوع من الإيجابية، علينا أن يعني نستعيد هذه تلك الأجواء. وأعتقد هذا أيضاً التصريح الذي صدر لم يخرج من دون يعني أي استناد إلى أي بواعث إيجابية في المشهد السياسي بشكل عام، وبالتالي أنا أعتقد كانت المؤشرات تفيد. وعلينا أن نتذكر قبيل تفجيرات الرفاع والبديع وغيرها من الأمور التي أقدمت عليها بعض الأطراف التي لا ترغب في أن يكون هناك نفس تصالحي ونفس إيجابي باتجاه الحل السياسي. أعتقد إحنا تعودنا في شعب البحرين كلما كانت هناك بوادر إيجابية في المشهد السياسي تخرج الأطراف التي ليس لها مصلحة في عملية الحل السياسي لتخرب كل الجهود، حتى لو كانت جهود جنينية باتجاه الحل السياسي. نحن نتفائل كقوى سياسية كعادتنا دائما أن هناك أجواء أو كانت هناك أجواء تبعث على التفاؤل من خلال على الأقل المؤشرات التي نجتها على الأرض، لقاءاتنا مع الأطراف المختلفة المحلية والدولية، أو أيضا من خلال يعني ما توصل إليه بعض اللقاءات الجانبية مع بعض القوى المؤثرة في داخل مؤسسة القرار، ونبني تصوراتنا على هذا الأساس. لكن جوهر الموضوع والتفاؤل هو يعني طموح لدى المعارضة أن نشيع هذا الجو من التفاؤل المستند على بعض الحقائق المتاحة والموجودة لدينا، لكن نحن لسنا مسؤولين عن من يخرب عملية التصالح وعملية التفاؤل في هذا الجو، والتي شاهدتموها ليست في الفترة الأخيرة فقط، وإنما كل من عاش في الخمسة العقود الأخيرة يشهد أن هناك قوى تريد دائما أن تضرب تصالح وتريد دائما أن تضرب جهود الحل السياسي. وهذه القوى موجودة الآن، وربما انتعشت في الفترة الأخيرة بعد أخبار التفجيرات وأخبار الاعتقالات المتزايدة في الفترة الأخيرة، والتي لا يوجد لها مبرر غير يعني إحداث انتكاسة جديدة في البلد. مشكورين. في الحقيقة من الصعب جدا أن المرء يقتنع بكل ما طرح، لأن تارة نقول الحوار ما بدأ، وتارة نقدم مرئيات، وتارة نقدم مشاريع، وإحنا نشوف الطرف الآخر ما عنده أي استعداد ولا في تجاوب نهائيا
بأنه يدخل في الحوار الحقيقي؟ هل يعني تعتقدون بأن المعارضة أو شعب البحرين مسؤول عن كل ما قاعد يدور في الساحة من انتهاكات وتعذيب وإغراق القرى والمدن بالغازات السامة؟ حتى احنا نخاف ونقول والله ما نريد نتصادم مع السلطة قبل لا يبدأ الحوار أو إذا بدأ الحوار. هو أصلا ما في شيء يسمونه حوار، هاي اللي قاعد يصير. نحن السلطة قاعد تصعد وقاعد تضرب وتصدر القوانين وتصدر التشريعات أساس أن هي تضرب المعارضة وتضرب كل الشعب البحريني، وإحنا ما شايفين أي ردود أفعال. من ما قصدي بردود أفعال سلبية، ردود أفعال من جانب القوى المعارضة، بحيث أن هي يعني نحن ننتقل إلى وضع أفضل مما نحن فيه. اللي قاعد يصير أن نحن قاعدين نتراجع، والمعارضة كلها خايفة أن هي تصادم وما تريد تروح العاصمة وما تريد تروح القرية الفلانية، فقط لأن ما تريد تتصادم مع السلطة عشان ما تزعلها، حتى يكون في حوار حسب ما تعتقد يكون في حوار يعني جدي وإيجابي. وإحنا ما قاعدين نشوف أي شيء. يعني متى رايحين تتخذون يعني الخطوة حيث إن إحنا ننهي هالحالة هذه اللي إحنا فيها؟ يعني أنا في تقديري أنه لا شك اللي تفضل فيه الدكتور طه الدرازي يعني موضوع مهم، أنه في هناك تصعيد أمني خطير خلال الأشهر الماضية، بينما كان الحوار أو يعني الجلسات الأولى للحوار تجري، وهذه مسألة مرفوضة. وأعتقد أنه المسألة لها علاقة أيضا بقياسات وتقديرات قوى المعارضة، أنه متى يعني تتخذ قرارات فيما يتعلق خاصة في موضوع الحوار. أو على الطرف الآخر، قوى المعارضة لم تركن ولم تكن غائبة عن الساحة خلال الفترة الماضية. أنا أعتقد أنه يعني المسيرات الشبه يومية الأسبوعية اللي تنظمها المعارضة، علاقاتها مع الخارج، محاولات العمل على وقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات الحقوقية الدولية وإصدار التقارير الدورية في هذا الموضوع، هذه كلها جهود أنا أعتقد أنه تصب كلها في محاولة وقف هذه الانتهاكات. إحنا أعتقد أنه غدا نبدأ جولة جديدة من الحوار ونشوف مدى جدية هذا الحكم وأطراف الحوار، بحيث أنه إذا كان ليس هناك جدية وبندخل في مناكفات تشبه المناكفات السابقة، فأعتقد أنه أفضل لنا أن إحنا ما نروح عشان ما نضيع وقت غيرنا ونضيع وقتنا. يعني تفضل محمد بعد ريم. تنظيم المسيرات تحول من أخطار إلى موافقة، فهل الجمعية السياسية بتلتزم فيه أو بتتمرد عليه؟ شكرا. القانون يقول أخطار، الآن زادوا عليه وأيضا زادوا عليه المنامة، بس أنا أعتقد أنه الحكومة البحرينية هي واحدة من منظومة الأمم المتحدة، هي عضو في الأمم المتحدة وموقع على ميثاق الأمم المتحدة الذي يتحدث فيه عن حقوق الإنسان. هي أيضا يجب أن تكون ملتزمة بشكل كامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية، ولا يمكن التهرب منها بإصدار قوانين محلية بهذه الطريقة التي تعبر عن مزيد من الاستبداد ومزيد من غياب للديمقراطية، التي يعني تتأكد أكثر مع توصيات المجلس الوطني التي سارعت الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات، بينما توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف أحن بقارب عليهم سنتين وعملية الهروب قائمة. لذلك أنا أعتقد أنه من حق أي مواطن أن يمارس نشاطه السياسي والحقوقي بشكل واضح
وهذا تكفل لكل المواثيق الدولية وما المراسيم والقوانين التي والإجراءات التي تحاول السلطة وضعها إلا يعني محاولة لعرقلة هذا المسار الديمقراطي والحراك الشعبي. تفضل يا اختريم. تظاهر في المنامة، هل هذا يعني القرار عدم التصادم، هل هو قرار مشترك بين كل جمعيات السياسية المعارضة ولا قرار جمعية واحدة؟ يعني إذا أنتم ما تنزلون في المنامة، لأن أشوف الحين صار في شوية. السؤال الثاني أيضا، في أكثر من يعني قراءة للمشهد البحريني يصف أن المعارضة البحرينية معارضة ضعيفة، يعني ما قدرت تحقق شيء، وبدليل ان ما في شيء قدر يصير او يوصل في الوقت نفسه. القراءة الثانية تقول ان الحكومة قدرت تحقق اشياء وتنتصر في هذا المشهد وخدمتها يعني الاوضاع الاقليمية. شكرا. أعلق على بس الموضوع الأول. أعتقد التظاهر في المنامة إحنا لازلنا نصر أن من حقنا أن نتظاهر في أي محل في البحرين حسب القانون، أي قانون محلي يتعارض القوانين الدولية يعني ما له أثر بالنسبة لنا، لكن متى ووين وهادينا إحنا دائما تشاور ونخليها حسب الظروف اللي إحنا نعتقد أن تكون متوفرة. ما نبغاهم يفرضون علينا متى احنا نروح متى ما نروح، لا، احنا نتحرك وفق برنامج معين مرسوم نتفاهم فيه نتشاور فيه مع بالمعارضة ككل، وبعدين نقرر متى نروح او متى ما نروح. الجزء الثاني من السؤال متعلق بالمعارضة البحرينية ضعيفة ولم تحقق شيء. انا اعتقد هذا هو الخطاب الرسمي المتداول في البحرين، وليس خطاب الرأي العام العالمي ولا الصحافة العالمية ولا المتابعين للشأن البحريني على الأقل من الداخل والخارج. نحن في المعارضة نستمد قوتنا من مطالبنا المشروعة ومطالب شعبنا التي هي ليست وليدة 14 فبراير، بل وليدة عقود من الكفاح والنضال الوطني، وبالتالي نستمد هذه القوة من مطالب مشروعة عادلة أقرتها يعني كافة المنظومات الدولية. وأعتقد إذا ظلمت يعني ظلم الحراك السياسي في البحرين من خلال القيود التي فرضت عليه إعلاميا، نحن جميعا نعرف الأسباب ونعرف انحياز القنوات الفضائية وسائل الإعلام ضد الحراك المطلبي في البحرين، لكن هذا لا ينتقص من يعني قوة شعبنا واستمراره وصموده في المطالب العادلة. ونعرف أيضا أن العمل السياسي هو عمل تراكمي، ونعرف أيضا أن قدرات شعبنا لها يعني شعبنا له قدرات غير متناهية في الصمود، وأثبت خلال الأحداث الأخيرة أنه قادر على يعني أن يجمع صفوفه وأن يستعيد نشاطه بين ضربة وأخرى. وأعتقد بالعكس، العكس هو الصحيح، أن المعارضة البحرينية تحقق يعني نوع من التفاهمات اللي عجزت عنها الكثير من المعارضات العربية، وأيضا لديها مشروع تتطابق فيه الرواء إلى أبعد الحدود من يعني الأفكار والتيارات المعارضة في البحرين، على الرغم من شدة القمع الذي لم تتعرض له أي حراك مطلبي في العالم العربي بهذه الشدة. علينا أن نقارن حجم الانتهاكات اليومية، علينا أن نقارن حتى النسبة والتناسب بالنسبة للمعتقلين والشهداء، ويعني يكفي أن نلقي نظرة ولو سريعة على تقارير الدولية، ومنها تقرير بسيوني لجنة مستقلة، وأيضا تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن شعب البحرين عانى الويلات خلال هذه الفترة، لكنه لم يركع لكل هذه الدناءات وهذه الانتهاكات، وسوف يستمر شعب البحرين بقوته وبقواه السياسية من دون خوف ومن دون أي تراجع طالما عنده مطالب مشروعة وعادلة. ونتمنى أن تكون وقفة المجتمع الدولي معنا وقفة تتجاوز الانحيازات الإقليمية والإسقاطات الدولية لتصل إلى ما هو أكبر من ذلك، وهو الانحياز إلى الضمير الإنساني الذي بالفعل يحتاج إلى مراجعة بشأن قضية البحرين.
رد على الدكتور طه. أنا أتفق معك إن الحكومة أو السلطة تحاول تماطل في الحوار، ولكن هناك الجمعيات الوطنية وضعت أيضا هذه النقطة في الاعتبار تحديد الزمن، ولكن إلى الآن إحنا وقفنا في الآليات ولا خلصنا الموضوع، ولكن هي مدون أيضا في نقاطنا تحديد زمن الحوار، وليس نخلي مفتوح لتمييع الموضوع. شكرا. شكرا. إضافة بس فيما يتعلق بالمشهد، السؤال عن المشهد البحريني الأخ تريم. أنا أعتقد أنه المشهد البحريني اليوم هو جزء من المشهد الإقليمي للعيشة. ما نسعى إلى أنه نحاول أن نبعد بلادنا عن التداعيات هذا الزلزال الذي يحدث في سوريا وفي مصر وفي العراق واليمن، ويعني الحبل على الجرار. وبالمقابل نحن لا نعتقد بأنه أزمة بلادنا يجب أن تحل بالطريقة بعد أن تحل كل مشاكل الكون. نحن لدينا مشكلة واضحة، أزمة الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب بكل بساطة يجب التوقف عن الانتهاكات الحقوقية، ويجب الشروع في المسألة الديمقراطية، والشروع في حوار جدي لإنجاز مطالب الشعب البحريني المشروعة. المشهد الإقليمي صعب، ولا يمكن الحديث إلا أن نقول أنه سيصيبنا بشكل أو بآخر بعض من هذه التداعيات، ولكن كلما أسرعنا الخطى في إنجاز تسوية سياسية حقيقية تعطي كل ذي حق حقه، أعتقد أن احنا سنبعد بلادنا عن ويلات التداعيات هذه. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.